جي حتى ليا لي التهمه يقولوا لك لا جي خاله الصغيره انا ديك سمي عطانا الصغيره سمي ولدي الصغير قتل بزناز علاش عنده شي دوسي في الكوميسيريا عمر ولدي دوز لاكاس ولدي راه مظلوم ما كنسمحش في حقه خو بختو راه طايحه ليا كوما ما بقاش قادره تنوض خلع عليا البنت راه البنت خلع عليا والدري والجيران راه تضرب في يدي راه تا هو مشى خيط داو البوليس وخيط راه رجعوه راه في الولايه تا هو داز قبيله معايا واش معمرو قال لك انه راه هذا عنده شي خيط لا 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 هذا تيدبز معايا واحد اللي لقى عليه اللي لقى منين يدوز ليها كيدبز معاه راه عنده السوابق ماشي ولدي هو الاول لا هو الا غفلت تقرا شي حسيفه في بنادم كيعطيها ليه ما كيدبش ديك المدابزه اللي تتعرف حسيفه كيدير حسيفه انا على ما تيعاودوا لي راه ما كنتش انا الشهود وما هادشي تيقولوا لي قال لك داخل عليه القهوه تخاصموا مول القهوه خرج داك الدري ضربوا في القهوه ياكلتو الدري خرجوا الدري اللي دار اللي باغي يضربوا انت بالشاقور قالت لك الدري اللي باغي يضرب ولدي بالشاقور خرجوا من القهوه قال ليه ما باقي نشوفك هنايا دخل ولدي حتى تهدن حتى كل شيء بقى عنده ولدي قال صافي راه قضيه داس يا داك فاش ولدي جا للدار ما يلبس السبرديل سبرديلتو راه عاوتاني قلتها لك هي هذيك فاش يلبس السبرديله تعطي تعطي لولدي داس بنتي عند الجيران وكان بات تقتل هي الاولى هربات ليه هي اللي بات تقتل هي الاولى بنتي صغيره راه هي اللي كانت بغات تمشي هي الاولى عاد خوها ملي ما تشدات ليهش البنت جا دار عند الدري يا ديك فاش بان لي قاعد على التطوار علاه ما قالوا لي الشهود راه انا ما كنتش قال لك راه قاعد على التطوار من جاي ليه وملي تقدم لعندو ناض ولدي يا ديك فاش زلق غراتو ديك التزليقه اللي زلق اللي غراتو وطاح الدري يا ديك فاش تغيب ونزل عليه بالجنويه عطاه انا كنطلب اعدام انا تشويت فولدي ترجيت فولدي مول هذاك وعليكم ظلمان وعليكم ظالم ولدي ولا ظالم اذا كان ظالم يدعيه يتبع قانونيا ما يقتلش انا يا ولدي ما يقتلش لا هذه كان تابع قانونيا يعني مش انا عند البوليس انا وياكم طلعوا عند البوليس انت ما كنطلب منكم تقلبوا الدواسه على البوليس باش يستر ولدي الا كان شي حاجه ابي يقلب بيعتك ويقول لك اودي هذا كان مشدود على ولدي بيكون بزناز ما عمره يتشد ما عمرو غيتشد هادي لا يعقل داس في لاكاب عمرو داس في لاكاب عمرو عنده شي دوسي موسخ ساري طلعوا للكوميسار انت ما كنطال منكم انا قانا قادتين على كل شيء انا ما كان انا ما قاطع على والو انا مسكينه ومغلوبه قاعده دابا مغلوبه انا ولدي دا مني اكثر من نص راه قاتلني ولدي انت ما طلعوا للكوميسار سولوا هاد الدري هذا واش عنده شي دوسي موسخ الا قال لكم مسخ راه ودا راه فايت ليه تشد على هذا الحشيش راه فايت ليه يدوز لاكاب على الحشيش ولا يدوز شي شي على الحشيش على اللي تيبيع الحشيش يومين ثلاث ايام كتسمعوا تقبتوا لا لا على البوليس هي تيرقعوا لا 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 البوليس ما تتخفى عليه حتى شي حاجه هادو هما ديما دايرين خدمتهم كاينه ما كنشكرهم ديما كيديروا خدمتهم جاي الدري كيبيع الحشيش غادي تستر عام عامين ثلاث سنين كثر كيفاش ها المهم ما كانت ما كتقبلهاش العقل واتي ما بيتهاش انا ما عمرها تحطات في الدوسي عند السلطه في الكوميسيريا الدوسي ديال ولدي نقي 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 الا كان يعدم في حقنا كنطالبوه الا كان يعدم في حقنا كنطالبوه صافي انا خدام ما كنتش انا هنا وصلني خدام في المدينه وصلني الخبر الدري راه قالوا لي مضروب جيت لقيت ضرب واحد مسخوت الوالدين واحد البروش وقتلوا لي فهم الدار الناس نسول الناس نقول لهم مالهم يقول لك قتلوا واحد مول واحد الدري اللي ضربوه بالجنوي والدري ظريف ما تيتعدى على حد وهالناس الجيران تيسمعوا ماشي غير تنهضر انا غير بوحدي كلشي الناس تيسمعوا الدري راه الدري ما تيقتل ما تيدير ولا ما تيتخاصم مع الناس وكاين غير اللي كيخالي جدي هذا تيقول لهم ما كاينش سميتو وتعدى لي على ولدي الله يتعدى عليهم انا كنطالب الاعدام يعدمو كيعدمو ولدي يتعدى حتى هو هادشي اللي كنطلبه ودي الشريف الله يجازيك بخير هاد الناس الله يهديهم عاش الملك واش معمر عاود لك انه بيناتهم شي مشكل لا لا ما بيناتهم مشكل لا والو ما عنده لا مشكل لا والو غير هو تيقول لك هذاك السيد تيقول لهم تيتقرقب تيشرب داك الشيء ديال تقرقب بلا سميتو ما لا اله الا الله محمد رسول الله جينا لقينا البوليس ولقينا الدنيا عامره بنادم واش بغاو يديروا ليه وسخبت انا داوني للسبيطار ما باقي عقلت اش داروا ليه نسيت ما قلتهاش في هذا القناه
سخفت انا دهزوني للسبيطار بقيت انا فسميتو الخدمه مشيت للبيلانس داتو دواء الفوريه الشيء اللي طالبوا كانت انا سمعتهاش قالت لك كيما قتل والدي خصي تقتل حتى هو اللي كان طالب انا ما كان طالب لا فلوس لا والو حنا انا مسكين حنا طربو وشكرتو ما كنطلب شي حد يعطيني ولا سميتو انا غير تنطلب هذا الشيء اللي دار والدي دار ليه حتى هو الشيء اللي كنطلب. السلام عليكم مهدار اسم جالي عثمان امسيجي والدري هذا هو راه ماشي صاحبنا راه خونا وتيم الله تعالى انما هو الهضره بقات فينا وما كتبين عليه الصحافه راه بين مالنا وتبيع الحشيش هاد السيد هاد سول كبير صغير في الحومه ديالو ما عمرو شاف منه شي واحد شي حاجه اللي خايبه والدري ديما تيجي تحفز تينوي شي حاجه اللي زوينه في حياته وكما هو راه تيمشي للمدرسه تاع البيرمي تيدوز البيرمي ديالو وما عمر شي واحد اللي شاف منه شي حاجه خايبه ولا اداء ولا الدري الله يعمرها دار كبير صغير تعرفو في الحومه ماشي ولد الحومه هو كان هنا كانوا ساكنين ولا جاي منين تا متهج راه ملي كان عنده شي 3 سنين ولا 4 سنين وجاو في التعويضات راه مشاو لطمنصور وتيجي لهنا تيجي عند جداه ولا عند خالته ولا المهم ماشي ولد الحومه المهم ما كبرش هنا ما طرعراش معانا في الحومه تيتسمى براني وي بو عار هادشي هذا هو اللي دارو ولا اله الا الله وتيم الله تعالى ما تقبلناهاش طبيعه الحال ما عمرك تقبل شي حاجه يقول لك شي واحد اللي تتشوفو ديما وكابر معاك بحال خوك يقول لك شي واحد راه مات راه ما تتيقش تجيك صدمه شويه لا لا الله. السلام عليكم الاسم ديالي زكريا كريزيو الدري تنعرفو انا صاحبي من الصغر يا مويا الماتشات وهكا ما عمرنيش تدار شي حاجه ماشي هي حاجه خايبه ولا ديما يوميا فيما غاديين تنمشيو الجامع تنمشيو تنقراو عند السي العربي السيد هذا ما عمرنا شفنا منو شي كلمه تاع العيب ما عمرو باع شي حاجه ولا شي حاجه هما كاتبين عليه دايرين عليه تيبيع الحشيش انه هو ما تيبيعش الحشيش ما عمرو ما متقبلش هذاك الشيء هو تيكمي الكارو اللي تيكمي ما عنده علاقه بالحشيش ولا بزنيز ولا سميت وهاد البروش اللي قتلوه عدا صرا ممكن يقتل شي واحد اخر عاوتاني الا خرج ولا شي حاجه طلبوا ليه بقى اعدام هاد الشيء اللي كاين الدري هذا تنعرفو اخونا وصافي اللهم انا ولا راجيا صاحبي قاصحه شويه ما عمرها هادشي هذا وقع في السيكتور كاع نهائيا رويحه بزاف وبقى فينا الدري هذا خونا كاع عزيز النط نمشي الدري رياضي سبورت شافو ما تيبيع لا حشيش لا والات كاين اشاعات اللي طلقوا عليها صح دوك الناس كتبوا على انه تيبيع ما تيبيع لا حشيش لا والو ما شاء الله ما تيبيع والو رياضي هاد الدري هذا فهمتي ومسكين فرحان يلاه كان بغي يدوز الامتحان تاع التخرج ديالو تاع الفيرمي هادشي كان حنا تنطالبوا بالاعدام هادشي تنطالبوا تعاودنا شويه كيفاش طرات الواقعه على حسب انا ما كنتش انا كنت مع واحد الدري تما كنت تسمع امين الله يبارك مسكين ما الله يرحمه ما فهمتش ما هذاك النهار كان بيقتلو بمقدم يطلق عليه والبارح تاع هذاك النهار كان بيقتلو بمقدم وعاوتاني جالي القتله تاع هذاك النهار ويت ضربوه بمسطات ضربات في وحده في مقلب وحده في جنبه هنا وحده في جهه رجليه ثلاثه ضربات محاولات قاتله هاديك قاتلو كاع هو عتبوه في حياته تنطالبوا بالاعدام لهاد البروش هذا راه ممكن يعاود يخرج يدوز كاع هاديك 20 عام ولا هاديك ممكن يخرج يقتل واحد اخر وضرب واحد قبل من هذاك الدري اللي قتل ضرب واحد ضربوا اللي هنا الكلوتو ضربوا اللي كلوات ديالو وهرب وطلبوا عليه الناس وسامحوا ليه وسامحنا له وتنطلبوا والي يجي وسامح لهذاك الدري وجا دابا هذا قتلوه ما يمكنش تقبلهاش الانسان هذا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.